حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس حكومة التوافق مسؤولية أحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة، بينما عبرت حكومة التوافق الفلسطينية عن أسفها لمنع أحد الوزراء من دخول مقر وزارته بغزة. وكانت نقابة الموظفين في القطاع العام قررت التصدي لقرار الحكومة بعودة الموظفين الحكوميين الذين توقفوا عن العمل عقب أحداث الانقسام بناء على قرار حكومي في يونيو حزيران عام 2007. هذه المشاهد هي ترجمة عملية لتصريحات أعلنت عنها نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة. النقابة منعت الموظفين الذين يتبعون للسلطة الفلسطينية من دخول مقرات الوزارات بغزة في وقت عبرت فيه الحكومة عن أسفها لمنع وزير الحكم المحلي من دخول مقر وزارته، الأمر الذي نفته النقابة. جاء الوزير من الضفة الغربية الدكتور حسين الأعرج وتم الحديث معه بموقفنا النقابي بكل أريحية وبكل هدوء، وطلبنا منه طبعا بأن لا مشكلة أن يدخل لمكتبه طبعا بصفته وزير ومعالي الوزير وأن يتصرف في وزارته كيفما شاء، لكن بدون طبعا أن يكون هناك دوام للموظفين السابقين، لكن معالي رفض هذا الموقف وترك المكان. الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة هددت بالنزول إلى الشارع. حكومة الوفاق إن لم تحترم حقوق موظفي غزة، إن لم تحترم حقوقهم الثابتة والمشروعة والأصيلة في حقهم المالي والإداري، وتم تجاوزهم بعد أن انضموا تحت راية المصالحة وتحت راية حكومة واحدة، فهذا يعتبر بالفعل إعلان حرب على قوت أبنائهم وعلى قوتهم وعلى حقوقهم. حكومة التوافق تقول إن ملف الموظفين واحد من ملفات النقاش المتفق عليها بين حماس وفتح. هناك كان يعني بيان لدولة رئيس الوزراء واضح يعني في موضوع الموظفين، وهذه قضية تحل بين يعني الإخوة في حركة فتح وحماس. نحن جهة حكومية يعني ما يتفق عليه الإخوان نقوم بالتنفيذ دائما، ولكن أنا أقول الأمور إن شاء الله هي إيجابية. صورة أخرى في غزة، اجتماعات مغلقة دارتها وتديرها المخابرات المصرية، لقاءات مكوكية مع وزراء في حكومة التوافق وحركة حماس ومسؤولين دوليين. أمل أن تتواصل لقاءات خلال الأيام القادمة وأن تنجح حركتا حماس وفتح في تنفيذ اتفاق القاهرة طبقا للمواعيد المحددة، وأن يتم تنفيذ التفاهمات بشكل كامل والتي تشمل جميع الملفات المتعلقة بعمل الحكومة في غزة. الواضح أن تاريخ الخامس من الشهر القادم سيكون مفصليا في ملف الموظفين والمصالحة برمتها، خاصة إن لم تصرف الحكومة رواتب ما يزيد على 40,000 موظف عينتهم حماس عقب أحداث الانقسام. تصدير ملف سلاح المقاومة تارة وملف الموظفين تارة أخرى وجعلها مادة للسجال الإعلامي قلل ويقلل من سقف توقعات الناس بجدية الفصائل لإنهاء الانقسام، رغم تصريحات حماس وفتح المتكررة بأنه لا رجعة إلى الوراء. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة.